متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. احنا الآن تتواجدوا في شارع ماريشال من مدينة الدار البيضاء. عندنا لقاء مع السي محمد أخبيريق، متقاعد في قطاع حافلة النقل الحاضرين من مدينة الدار البيضاء، حول الملف ديالهم اللي يعني تتراوح منذ سنوات طويلة واللي تتعلق بالمطالبة بالمطاقة المجانية. السي محمد أخبيريق، شنو هو اللقاءات الأخيرة اللي درتوا مع مجلس المدينة الدار البيضاء في نسخته الجديدة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا قبل أن أشكر هذه القناة المواطنة اللي كتفتح لنا باب الحوار وكتبع الأمور ديالنا، الحمد لله في شخص الإخوان ديالها. على كل حال أسيدي، إحنا رانا على الأقل هذا المجلس اللي كاين الحالي، مجلس المدينة اللي كترأسه السيد العمدة، هاد الناس بعدا فتحوا معنا باب الحوار، والتعليمات ديال السيد العمدة يعني كلفات من ينوب عنا كيجلسوا معنا على الطاولة وكيناقشوا مع الأمور، عكس المجلس السابق اللي كان سدنا باب الحوار ومهمشنا. على كل حال هذا المجلس طلب منا لائحة ديال المتقاعدين، فعلا درنا بوسائل خاصة ديالنا حصلنا على لائحة ديال المتقاعدين منذ 2004 إلى يومنا هذا، وعطيناها للناس المسؤولين، وحتى واحد القانون الأساسي اللي هو موقع منذ 1979 من طرف الوزير الاول انذاك اللي كيخول لنا الركوب بالمجان في واحد الماده 68 تخول لنا الركوب المتقاعدين والمتقاعدات والارامل وذوي الحقوق، وموقع انذاك توصل لنا السيد العمده ولا زلنا ننتظر. ماذا بعد تقديم هذيك اللائحه اللي قدمتوا لمجلس مدينه الدار البيضاء؟ اللائحه قدمناها تقريبا فوق الشهر او شهر ونص، ومازال لم نتلقى الجواب. احنا كندقوا البيبان، وكما اقول دائما احنا عارفين التراكمات اللي عند مجلس المدينه والملفات الثقيله اللي خلاها المجلس السابق، وهذا جزء من وحنا جزء من هذه المشاكل، احنا كنقدروا الظروف، ولكن هاد الناس ما كيشرعوش. احنا كندقوا الابواب ديال المستشارين ديال السيد العمده او من ينوب عنها، وكشفنا السيد المدير ديال مؤسسه التعاون، بركنا معاه وحطينا امام الواقع، وعطينا حتى هو القانون الاساسي اللي كيضمن لنا الركوب ديالنا، ولا زلنا ننتظر. هاد الناس مازال ما داروا معنا ولا استاذ، ومن هنا من هنا من هنا اناشد السيد وزير الداخليه لانه القطاع تابع لهم باش يفتحوا تحقيق الى اقتضى الحال. هاد الصفقه اللي تمات ما بين الزق ومجلس المدينه السابق، ماشي هذا المجلس السابق، كيف تمت هذه الصفقه ولمن تمت، وما حضرش فيها الفرقاء الاجتماعيين، وحنا كمتقاعدين ما طرحوش المشكل ديالنا، وربما هاد الناس يعني بجره قلم وقعوا وما قراوش حتى الفحوى ديال المضمون ديال الاتفاقيه، ربما هي مكتوبه بالفرنسيه، هاد الناس ربما تجاهلوها لاسباب لسوء ادري وما فهمنا والو، وكندقوا البيان هاد الناس همشونا، عكس واحد العدد ديال القطاعات اللي هي تفوتات، ولكن مع ذلك العمال ديالها يستفيدون من جميع الخدمات، الا نحن قصونا لسوء ادري ما السبب. واش فتحتوا مع فتحتوا مفاوضات مع شركه ارزا اللي هي تدبر القطاع تاع النقل الحضاري بعد ما تم الفسخ مع شركه نقل المدينه تاع الدار البيضاء؟ نعم استاذ، حنا اتصلنا بالسيد المدير العام والسيد مدير الموارد البشريه، يقول لنا ودي بالحرف احنا راه غير معنيين، لان الاتفاقيه اللي توقعت ما بين مجلس المدينه وارزا انتم غير مدمجين فيها بتاتا، المتقاعد ما كاينش بالكل، وهما من هذا الباب يعني ما كانت سالهم والو بيني وبينك، هما موظفين كيبقاو موظفين، ومع ذلك حنا اتصلنا بالسيد المدير وقلنا له ودي الله يكثر خيرك، الا كان بالامكان تراك السيد المدير العام، راه الاخوان ديالنا كيتعرضوا للاضطهادات، ومن كيطلع المراقب كيلقى واحد العداد ديال الصعوبات، وكي الا ما عندوش البطاقه كيحاولوا يقولوا عليه، الا رفض كيطلبوا منه 35 درهم، والا رفض كيدوه لمخفر الشرطه وكيفتحوا معاه محضر، يدوا ناس مسنين ومرضى. وعلى كل حال الله يخليك، الا ما عطيت التعليمات ديالك للناس المراقبين على الاقل يهزوا يديهم على هاد الناس المسنين، راه ما لقاو شي صيغه اللي ترضينا كاطراف، وما ندخلوش فهادني، وحنا ناس كبار، وبالله عليك يا اخي هذا الطوبيس هذا مثلا ها هو كيمطاطي فيه 60 ديال البشر او 70، وكيطلع متقاعد واحد كيوزن 50 كيلو، واش هذا المتقاعد فين عنده المشكل؟ غيهبط الرويد
راه ما يمكنش وابدا، ما كاين لا اعتبار لا والو على هذا المنطقه. لا احنا ما خدمناش، بالعكس انا خدمت 42 سنه وما عنديش بطاقه تثبت على اني خدمت في هذا القطاع الحي اللي كنتمي ليه، وكيشرفني انت قدمت خدمات جليله في هذا القطاع المواطن البيضاوي، ولكن ما تخدناش بعين الاعتبار وهمشونا الاخوان. ما بعض علاش علاش يهمشونا؟ علاش من حقنا نركبوا في الطوبيس؟ حنا تتواجدوا بواحده من اهم الساحات مدينه الدار البيضاء اللي كانت تتواجدوا فيها الطوبيسات سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. بالنسبه لك شنو هي الذكريات ديالك في هذه الساحات؟ يزورني الحنين يعني، ولا قلت لك بان هنا نرجع بك للسبعينات او الثمانينات ملي كان الطوبيس يعني في الاوج ديالو، كنا كنخدموا في الساعه بالبيدله والطاكيه الطاك، وحنا خدمنا مع المكتب الوطني، مكتبنا مع المكتب الوطني للنقل الحضري، دار المكتب المستقل للنقل الحضري في الدار البيضاء، والوكاله المستقله للنقل الحضري، وخدمنا مع نقل المدينه. ويعني ذكريات، وكنا نحضروا في مناسبات وطنيه ودينيه ورياضيه، وكنكونوا وراء الاشاره ديما الخمسه كتلقانا موجودين نوجدوا رغم قله الحافلات ورغم الامكانيات ونوجدوا باش نامنوا الركوب المواطن البيضاوي باش يمشي مرتاح. ولكن هاد الناس ما اعتبروناش. علاش 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 يقسيونا حنا كمتقاعدين؟ علاش ناس متقاعدين في واحد العدد ديال القطاعات كيبقاو يستافدوا، وكيجيو ناس اجانب متقاعدين وكتقدم واحد العدد الخدمات في المستوى وكيقدروهم، وحنا ما همشونا؟ علاش؟ راه من هنا اناشد الغيور على هذا الوطن الحبيب باش يفتحوا تحقيق في هذه الصفقه اللي تمات ما بين الزاق والمجلس السابق ديال مجلس المدينه السابق، كيف تمت هذه الصفقه ولمن تمت وما حضر الفرقاء الاجتماعيين. بغينا نعرفوا اهم الذكريات ديالك انت وديال الزملاء ديالك في هذه الساحه تاع عمار ريشار. انا الذكريات كنا نجيو حصراء، كان واحد الجو اخوي هنا، وكنا كنتعاونوا مع الطلبه بواحد الاسلوب لبيق، وهاد الناس اللي هما حاليا دابا في مركز القرار اللي هما كيشيروا الشان المحلي ديال مدينه الدار البيضاء، كانوا انذاك معنا طلبه، كنا كنعطيهم يد المساعده بواحد البطاقه بواحد الثمن رمزي، وكنا نغطيو عليهم عنده ما عندوش. على كل حال كنا نتساعدوا مع الطلبه ديال جميع الكليات، لا الكليه البرنوصي المحمديه ولا الكليه ديال بن مسيك ولا الطريقه الجديده، كنا كنتعاونوا معاهم. وهما في مركز القرار دابا، ومني ولاو هما مسؤولين، هما دازوا وفي البرنامج ديالهم كيقول لك ودي حنا غادي نقدموا هما كمسلم غادي نشوفوا معكم هذا المجلس اللي الحالي، راه حنا غادي نفتحوا الماك، وما داروا معنا حتى شي حاجه، ولا زلنا ننتظر. وهاد الناس بركوا في مركز القرار وما اعتبروناش استاذ. تقريبا دابا شحال تاع المتقاعدين تاع حافله النقل الحضري بمدينه الدار البيضاء اللي حنا تنهضروا دابا على يعني الطوبيسات؟ وانا قلت لك كاين واحد 1500 وجلهم مات واحد العداد، كل نهار كنسمعوا واحد جوج وكيدي معاه الغمه ديال هذه البطاقه اللي ما كيحصلش عليها. ما فهمناش هاد الناس شنو المقصود؟ علاش يهمشونا حنا؟ علاش حنا كمتقاعدين لما لا؟ علاش؟ علاش ردوا الاعتبار ديالنا؟ يعني ركبه ديال الطوش 5 دراهم، بينما هاد المسؤولين ديال مجلس المدينه هما جاوا حافظوا على المكتسبات ديالهم وامنوا التقاعد ديال حنا، حيت هو ماله؟ هو عنده سياره فارهه كيمطاطيها، عنده واحد العدد ديال الامتيازات، وندي لي حقي على هذه التعليمات ديال صاحبي جل نصره الله مرارا في اي افتتاح ديال الجلد. يقول لهم نزلوا المواطن، تصنتوا للمواطن المعاناه الماساه ديال المواطن، وقدموا خدمات المواطن، خرجوا من المكاتب. والناس قالوا المكاتب كيطلعوا لنا من الفوق وما عطوناش الوقت حنا، وما عطوناش الوقت وكيهمشي لنا اللي دانوا ناشد من غيرون على هذا الارض على هذا الوطن الحي. حنا نحبوا هذا البلد ومن يقود هذا البلد وفينا غير على هذا البلد، ولكن حقنا خصي يردوا لنا الناس، يرجع الامور للنصاب ديالها. وحنا من راه ما ننتظر، حنا ما ندخلوا في شي يعني احتجاجات او ما نعطوش فرصه للاخرين باش يتكلموا، ولكن يمكن تدارك ما يمكن تداركوه باش ترجع الامور ويرجعنا الاعتبار ديالنا للمتقاعد، على الاقل يقضي ما تبقى له من الحياه حتى يتوفى الله، ولكن باش يمشي يدي مع الغمه ديال البطاقه. راه الحمد لله حنا رفضوا ديال المؤسسات ما كيحكموهاش اشخاص منتخبين، هما اليوم كاين وغدا غيمشيو في العالم ويخلوا هذا الارث الثقيل وهذا العار اللي بقى عليهم راه من العار. لذا مره اخرى اناشد المسؤولين باش يجلسوا معنا للطاوله ويحاوروا معنا، وحنا لازلنا ننتظر وايدينا مفتوحه وباب الحوار مفتوح، ولكن الى اقتضى الحال وما كان والو راه يمكن نديروا يعني مسيرات، يمكن عندنا بزاف نعبروا المسائل ديال المباوتين بقوه، ولن نتنازل حقنا ما كلف الثمن، ولكن يبقى ديما شعارنا الخالد الله الوطن الملك. سي محمد خبيرق شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.